صبحنا اليوم معطر بريحة الخزامة، يومكم سعيد وأهلا بكم. والخزامة هي موضوع ليليا مولين فقرة الجمال اليوم. صباح الخير ليليا. صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نشوفوا أشكال الخزامة مع الأخصائية ديالنا خديجة الصابر. وليلى حديوي تعرض علينا اليوم ملابس ببصمة مغربية. صباح النور سميرة، صباح الخير عليكم مشاهدينا. إذا اليوم معنا بالغازي عبد الأحد، خليكم معنا. عيد ميلاد سعيد ليلى. شكرا لك سميرة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. احنا في وقت التورناج، ماشي هو 22 يناير، لكن اليوم 16 يناير هو عيد ميلاد ديالك، فهنيئا لك. شكرا لك. كل ما هو جميل في الحياه ديالك ان شاء الله. شكرا سميره. المره اذا لمنى الصباح اللي غتلتحق بنا بعد قليل. منى اللي غتكلم لنا على كيفيه التعامل مع المراهقين، وموضوع قنيني غادي نناقشوا مع الاستاذ محمد جمال معتوق. صباح الخير استاذ. صباح النور سميره. اذا فعلا اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على التامين في المدارس. ليلى شوي، صباح النور. صباح النور سميرة، مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم إن شاء الله عندنا لكم في فقرة مشاهير والنجوم، غادي يكون حاضر معنا عازف الكمان المغربي أنس إبراهيم إبرقي. إذا تعرفوا عليه من بعد ما ناخذوا فكرة اليوم عند هدى جنانة. إذا فكرة اليوم هدى هي وصفة ذكية نقدر نديروها في البيت ديالنا. بطبيعة الحال سميرة، فاليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الخبز بالفخوماج. كنعرفوا بأننا الصباح كنعطيو الأطفال لي بيسكوي، كنعطيوهم لي بتي بان، وهادو كلهم فيهم الزبدة بزاف، فيهم بعض المرات الكالوريات اللي كتغلظهم، وحنايا ضد هاد المسائل هذه، فيمكننا نوجدوا لهم واحد الخبيز اللي غادي يعجبهم من السم مزيان، ويمكننا كذلك نصاحبوه مع الصبة في الليل أولا، فكيبقى وجبة كاملة. الوغ علاش غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الطحين، واحد الكيلو ديال الطحين. شنو غادي نديرو معاه؟ غادي نسموه، نديرو معاه شويش ديال الثومه. كنعرفو بان الثومه مع الخبز كتعطي المذاق جديد. بطبيعه الحال شويش ديال الملحه، ما نكثروش الملحه لان غادي نديرو معاه الفخوماج من الفوق، فاذا غادي يعطينا الملوحيه ديال الفخوماج. كذلك عندنا شويش ديال الزعتره، كاع الاعشاب المنسمه نستعملوهم. نديرو كذلك شوش ديال الزعتر، الازير، كنعرفوا بان المذاق ديالو رائع الازير، والريحه ديالو بطبيعه الحال تعجبني انا، حتى في الباط تنديرو هي تيجي زوين بزاف. هنايا غادي نديرو واحد المعلقه ما مكمولاش ديال الخميره ديال العجينه، معلقه ديال زيت البلديه، فهادشي كلشي منسم وكلشي موجود في الكوزينه. كلشي موجود، خدا غير شي شويش الوقت باش نصوب هادشي. العجينه عجينه، يعني اللي غادي يعجن الخبز عادي غادي يعجن هادشي، ما كاينش. الو هنا كنقترح بان غادي نعطيو لهم بحال دابا بحال كوتي الصباح، نزيدو لهم فيه شويه ديال لا شاركوتري، فالدراري عزيزه عليهم بزاف. فوالا الفخوماج غنخليوه هو الاخر، من بعد كنمشيو نديرو الطحين ديالنا، نخلطو هادشي ونزيدو معاه الماء باش غادي نعجنو العجينه. غير العجينه ملي غادي نعجنوها غادي نعجنوها خفيفه، ما نديروهاش ثقيله. اييه الوغ هنايا هي دي عجناها. هنا ملي كنعجنوها نديروها في واحد الجبانه، نخليوها بحال الشكل ديال البغيوش، نخليوها حتى تخمر الخميره الاولى، عاد غادي ناخذوها. الوغ من بعد شكل البغيوش وقريش العدس. اييه غادي نديروهم بحال هكا في الورق ديال اللي غنطيبو فيه، وناخذو لو مول. هنايا الا بغينا نديروها كبيره وعاد نقطعوها ناخذو لو مول كبير، الا بغيناهم يكونوا انديفيديوال نديرو هاد لي مول الصغارين اللي غادي ندهنوهم بشويش ديال الزيت باش ما يسخنوش. دائما الزيت البلديه اللي بغينا. ابو سوي الله يرحمك. دونك غادي ندهنوه بحال هكذا كامل، ومن بعد غادي ناخذوا العجينه اللي كما كتشوفوا هي ندهنوا حنايا يديداتنا. حنا علاش كنستعملوا الصبايط؟ لان حنايا في البلاطو تماما هادشي علاش، ما في في الدار حتى حنا كنخدموا بيدينا عادي. دونك غادي ناخذوا العجينه وكنمشيو ناخذوا، نهز معايا حيت عندي الزيت، غادي ناخذوها وفوالا. الوغ علاش كنديروها في لو مول؟ باش من بعد ملي كطيب كتجي كلها مقاده، ما كتجيش عوجه، لان يعني حنا مولفين كنبقاو ندلكو ونكورو. عاد هذه طريقه سهله بزاف، ما نقدروش نتحكمو فيها. طريقه سهله باش يمكننا
نستفو الخبز ويجي كله غير قياس واحد. هذه مهمه كما قلت لكم كنا نديروا لي مول صغار. الوغ من بعد غادي ندهنوهم ندهنوه بشويش ديال البيض ديروا الوجه باش كيجي طوغي وغادي نطيبوه نص ديال الطياب حتى يطيب. غادي نتقبوه واحد شويه باش ما يتنفخش بزاف لان سينو غيطرطق لنا. وكما قلت لكم من بعد ملي غادي يطيب نص الطياب عاد ديك الساعه غادي ندير عليه الفخوماج. حنايا راه غادي نديرو باش ما يتحرقناش فوالا حتى يطيب نص الطيبه غادي نديرو عليه الفخوماج. هنا الفخوماج انواع ديال الفخوماج اللي عجبتكم ديروها كتجي مزيانه معاه. كنديرو شويه ديال الفخوماج وغنخليوها تخمر مازال شي شويه. هنايا قلتيها غادي نخليوها تخمر ملي تخمر شي شويه يعني نحسوا بها خمرات جاهزه باش غادي تطيب نتقبوها واحد شويه وندهنوها بالصفر ديال البيض ونديروا عليها نطيبوها نص طيبه عاد نديروا عليها الفخوماج. الوغ من بعد شنو كيعطينا نشوفوا المنظر ديالو في الاخر. فوالا ها هو دا كتجي الخبيزه بحال هكذا. بغينا كما قلنا نديروها اما كبير اما صغير وكيمكننا نقدموه على هذا الشكل في الطبق كيجي بحال هكذا. نصاحبوه مع لا شاركوتري نديروه مع لا سوب نعطيوه كما قلت لكم الاطفال نعطيوه كغوتي الصباح. حاجه اخرى نفس العجينه كيمكننا نديروها على طبقات ونديرو كشتي كتجي بحال ان فويتي. نوريكم كيجي بحال هكا بحال الفويته وديك الساعه نديرو الزيتون نديرو اللي عجبنا نديروه وبالصحه وراحه. تنشكرك هدى حنا عندنا باش نديرو الكوتي دابا ياك بطبيعه الحال. اذا دائما في اطار الاعتناء بالاسره ديالنا غادي نتكلموا مع الاستاذ محمد جمال مع سوق اللحظه على لي زاسيغونس او تامين ديال وليداتنا في المدارس. مرحبا باللي جاو جابياك. إذا انتقل لموضوعنا القانوني وكيف ما تتعرفوا مبالغ لا يستهان بها تدفعها الأسر المغربية عند ولوج أطفالها المدارس الخاصة مقابل التأمين. مبدئيا أستاذ شنو هو هذا التأمين؟ ليش يصلح؟ منيش يحمي وليداتنا؟ مش كاين في ذاك الخبيز بعدا وما تبعتيش معنا الفقرة ديال هذا جنان. لا غير بعدا شنو حيت جاي عاطي نفسك العناء وداك الشيء. تخي تخي بون بغيت نقسموا مع البنات واخا نهضروا على التامين نهضروا على التامين عاد باش نتكلموا معاه. نقدر ناكم تسلسل لا بيان سور انا طبعا خذي راحتك حاشا. لا فعلا هو الموضوع اللي ترتي سميره موضوع مهم ديال التامين وفي بعض المدارس يعني كيكون المبلغ مهم ديال التامين ومن حق الاباء يعرفوا راسهم اش كيدفعوا يعني شنو هو ديال المصاريف ديال التسجيل وشنو عندي في التامين بالضبط وشكون هو المؤمن ديالي ومامنين علاش. هادشي كله الاباء من حقهم ياخذوا حتى نسخه من العقد لان للاسف حتى واحد ما تياخذوا حتى واحد ما تيطلب هاد الوثائق حتى كيوقع شي مشكل. هو الهدف علاش؟ هو الهدف غير الاخبار والاعلامي. كل انسان عارف يعرف راسو بان وليداتو راه عندهم تامين على المسؤوليه المدنيه وبانه ديك المدرسه راه فيها واحد الضمانات معينه عن التامين. كاين مصاريف طبيه، كاين مساله تتعلق بالعجز، كاين الله يسر الوفاه. هادشي كله ماشي حيت راه حنا كنقلبوا على شي حاجه مشاكل ما نربحوا لا، ولكن من باب الاخبار ومن باب الاعلام ومن باب العلم بالحقوق ديال الانسان. لان ملي تنقولوا حقوق راه كاين واجبات ايضا. اذا شنو كيوقع في المدارس؟ المدارس عندنا التامين على المسؤوليه المدنيه ديال المدرسه. شكون ديال المدرسه؟ هي الشخصيه المعنويه اللي فيها المديره والمدرسين والمدرسات. او علاش قلت المديره؟ كاين المدير والمديره او المدرسين والمدرسات هما اللي كيمثلوا هذه المؤسسه. كيكون الممثل القانوني هو المدير عامه او المسير ديال ديك الشركه لانها كتعتبر شركه. اذن هي شخصيه معنويه كتامن على المسؤوليه المدنيه ديالها او التقصير ديالها. شنو معنى المسؤوليه المدنيه؟ هي ملي تكون ديك المدرسه كتسبب ضرر للاغيار. مثلا ذاك الوليدات الا كانوا كيلعبوا وداروا سببوا ضرر لشي واحد براني خارج المدرسه، هرسوا لطوموبيلته كانوا كيلعبوا بشي حاجه وتهرست لطوموبيلته او ضربوا شي واحد. التامين تيشمل حتى هذا الشيء. حتى هذا الشيء هذا. اذا ثم كيشمل ايضا الاضرار اللي كتحصل او كتسبب للاطفال نفسهم. وهذه هادو بجوج داخلين في المسؤوليه المدنيه ديال المدرسه. اذا اللي كنتسبوا للاطفال
او اللي كيسبوا الاطفال الاغيار. الاغيار لان ملي كيخرجوا وليد مع وليد كيكونوا كيلعبوا وتيوقع شي ضرر لشي واحد دابزو طاح بوحده في الساحه كان تيلعب وطاح. اذن هنا كاين تامين على المسؤولين المدنيه. أزولي شويه اي حاجه وقعت لهاد الاطفال في المدرسه هما داخلين في التامين هذا؟ هي من الناحيه المدنيه يعني مثلا صحيا اي ملي كيوصل ملي كيطيح شي واحد او شي واحد تيضرب شي واحد وكيسبب له اضرار المسؤوليه الجنائيه طبعا كتبقى شخصيه ديال الطفل الا كان على حسب السن ديالو لان 12 عام لتحت ما كاينش مسؤوليه جنائيه ولكن 12 عام ل 16 عام كاين مسؤوليه جزئيه الجنائيه ومني كنوصل 18 عام كتكون المسؤوليه كامله ديال الطفل جنائيا. اما بالنسبه للمسائل المدنيه هي الاضرار التي تسبب الى الغير هذيك المدرسه اللي كتكون هي اللي دايره التامين الا ما كانش دايره التامين هي اللي مسؤوله هي اللي خصها تخلص واذا كانت دايره التامين المؤمن اللي تيخلص. اذا اهميه التامين لا يعني لا نقاش فيها. لا اكيد لانه مهم كنكونوا معرضين لهذه الامور هذه مثلا ملي فوقاش كتوقف تقولي لي ايه ولكن كيفاش الاباء فوقاش تحبس المسؤوليه ديال الاباء ملي كيقبط الاب او الام الوليد ديالو كينزل من باب الدار وكيعطيه المرافقه اللي كتدي مثلا في وسائل النقل اللي كتعتمدها المدرسه او ملي كتهزي ولدك ولا بنتك في السياره ديالك وكتديه للمدرسه بمجرد ما كتقبطي من يديه وتعطيه ليديهم كتنتهي المسؤوليه المدنيه ديالك وكتبدا المسؤوليه ديال المدرسه حتى يوصلوا لك عاوتاني حتى للدار تيعطيوه لك. فلهذا الواحد ما يستاهنش من هذيك الخرجه اللي كيخرج من باب الدار باش يمشي بوحده من باب الدار الوسائل ديال النقل راه الا ما قبضتيش انت وعطيتيه ليدي بيديها بيديك ليديها راه مسؤوليتك حمليتي المسؤوليه واضح خصك توصليها لها حتى لعندها او تجي هي لباب الدار وتاخذها من يديها او تاخذها من يديها وتوصلها لوسائل نقل السياره اللي كتحمل الاطفال باش يجيو للمدرسه. واخا المبالغ تتراوح يعني ما بين مبالغ معقوله ومبالغ اخرى كبيره بزاف شكون اللي تيحدد هذه الارقام ديال المبالغ ديال التامين مثلا؟ هي طبعا ملي كدير المدرسه كدير كطلب تكتسب العقد التامين مع شركه التامين تقول انا عندي مثلا 500 تلميذ السن ديالهم من كذا لكذا والمدرسه ديالها فين هي الى اخره. هو اش كيدير شركه التامين كيقترح عليها واحد الطريفه تسعيره ديال التامين قسط التامين لهذه المجموعه ديال الاطفال اللي قلت لي عندك 600 تلميذ مثلا وتلميذه كذا وكذا ديال التامين وهي كتعكس هذا الشيء هذا في المصاريف على الاباء طبعا ما غاديش يعتمدوا هي تتكون داخله في التسجيل كتكون ما دخلاش التسجيل بوحده مصاريف التسجيل المدرسيه بوحدها عندها علاقه مع التامين والتامين بوحده وكاين مصاريف اخرى كيمكن يدخلوها بواحد الطريقه عموميه يعني كيجمعوا فيها بزاف ديال الامور هي ديال نجيبوا لهم شويه ديال الباتا مودي نجيبوا لهم شويه ديال الصباغه نجيبوا لهم شويه للاطفال يعني للتلاميذ يعني كتكون مصاريف عامه ولكن الا بغيتي تاخذي قول الله يخليك شنو خلصت في التامين تيمكن لها تقول لك شنو خلص شكون شركه التامين شنو هي الضمانات ممكن نعرفوا هذه المعلومات طبعا من حقكم غير النقطه ديال الضمانات علاش نتكلم عليها وكنعاود ناكد عليها مثلا تيوقع الطفل حادثه ملي تيوقع له حادثه كيطيح في الساحه مثلا وكنضطروا نديروا له عمليه جراحيه ملي كتمشي لعند المصحه دير عمليه جراحيه كتعطيك واحد دوفي فيه مثلا 20000 درهم تجي عندك المدرسه تتقول لك اودي انا راني داير التامين غير السقف اللي عندي 10000 درهم بالنسبه للاستشفاء والتطبيب يعني باش يدخل المصحه ولا يدير العمليه عندي سقف ديال 10000 درهم والمصحه طلبت لك 20000 درهم انت غادي تحمل ال 10000 تتقول لها لا لا اسيدي انتم اللي مسؤولين الا اكتسبتي انت في السقف 10000 درهم هذاك شي شغلك اذا انت التامين غيخلص 10000 وانتم كمؤسسه غتخلصوا 10000 اخرى حيت انا عطيتكم ولدي في امان الله وحفظه ردوا لي الله يجازيكم بخير في امان الله وحفظه غادي تقولي لي وهادشي راه افات تيوقع فعلا افات ولكن هذه هي المسؤوليه المدنيه لان ملي كيكون ولدك انت معاك في الدار وتيطيح شي حاجه من البالكون على شي سياره وكيهرس لها الجاجه انت اللي مسؤوله هذاك السيد تهرس له الجاجه تيجي تقول لك خلص لي الله يخليك الجاجه واضح واضح. هل التامين اجباري في المدارس؟ ليس قط مازال ماشي اجباري ما كاينش ماشي اجباري علاش؟ لا التامين يعني يعني بالنسبه لدفتر التحملات ديال المدارس الوزاره كتلزم عليهم يكون عندهم تامين ولكن يعني ملي كنرجعوا للتامينات الاجباريه اللي محدداتها مدونه التامين ما تلقاوش التامين على المدارس داخل في هذا التامين الاجباري. وبان لك هذا الشيء يعني عادي؟ كاين مجموعه ديال المدارس ما عندهمش ما تيديروش التامين. كاين مدارس يعني ما تيديروش التامين. لا طبعا هو شيء لا طبعا هو غير عادي غير هو قلت لك في دفتر التحملات شنو معنى دفتر التحملات؟ يعني ما يمكنش المدرسه تفتح وتبدا تدرس الا اذا كانوا دايرين تامين اذا الوزاره الرقابه راها مارسه الرقابه ديالها حنا كاباء واش خاصنا نتاكدوا من انه كاين تامين نتاكدوا طبعا
اذا فاش نسجلوا وليداتنا خاصنا نتاكدوا بان كاين تامين في المدرسه. شكون شركه التامين وشنو هي الله يخليك الضمانات اللي كاينين وشنو هي السقف اللي كاين في الضمان ديال التعاود ديال المصاريف الطبيه وديال العمليات الجراحيه وديال العجز حتى هو، لان راه ملي تيبرى طفل وتيبقى له واحد العجز راه حتى ذاك العجز عنده عليه تعويض بغض النظر على المصاريف الطبيه اللي خرجتي، لان ولدي كان عنده 100% في الكفاءه الجسديه ديالو. ملي كيتوقع له هرس كتوقع له مثلا نسبه العجز اللي الطبيب كيعطيها له كتكون عنده 10% او 7% ديال العجز، هذيك 7% راه ناقص من 100%، اذا هذيك 7% قابله الى الترقيم الى الشيفخابل يعني كترجع بالدرهم كتعويض لانه ثبت له فعاها دائمه او مستديمه وبالتالي عنده الحق في التعويض. ودابا يمكن لك تذوق لنا خبيز ديال هدى جنان. شكرا لك على كل هذه المعلومات استاذ محمد جمال معتق، وضعنا القانونية القديمة غادي تكون حول النقل السري، مشاكل تدبير الملكية المشتركة، وكذلك التحفيظ العقاري. الرياضة الآن مع صلاح الدين. صباح النور صلاح الدين. بخير سميرة. بداية الأسبوع هادي معولين عليك باش ترجع لنا النشاط والحيوية ديالنا. إن شاء الله، وكنتمنى نكون عند حسن المشاهدين الكرام إن شاء الله. تفضل. بطبيعة الحال، الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنحاولوا نوري مجموعة ديال الحركات اللي نقدروا نتجنبوا بها الأعطاب ديالنا، واليوم الجزء الأول ككل يوم الإثنين. اليوم غنهضروا على لومبير وعلى لو فونتر، السبب ديال اللي كيضرنا علاش كيضرنا الظهر. عدد كبير ديال الناس كيعانيو من مشكل ديال الظهر، مشكل ديال الظهر هكذا كيكون راجع بشكل كبير اما بالبروده اما بانتفاخ البطن. باش نتجنبوا انتفاخ البطن خصنا تكون التغذيه متوازنه وتكون ممارسه الرياضه ماشي بزاف ماشي قليله، ماشي منتظم بطبيعه الحال باستشاره ديال الكوتش ديالنا، ولا كان عندنا شي الام كيكون كثير بطبيعه الحال حتى هي كيكون استشاره ديال الطبيب بين طبيب وبين لوكوش. الحركات اللي غنقدموا بها اليوم وغادي نوريكم ان شاء الله اليوم ما غاتكونش لا ميوزيك غيكونوش بزاف ليكسبليكاسيون، وغاتكون اون ميم طون الحركات اللي غادي نوريكم بالنسبه كيفاش نتجنبوا الالم ديال الظهر. لي كارتون كما ديما نقدر نفيق في الصباح ما طلا ضراتني للدار ديالي، الحركات اللي نقدر نقوم اوتوماتيكمون لي بوين دي بي مع الركيبات مع الكتاف ماشي كيما ولفنا ديما غيكونوا ايكارتي ماكسيموم، وغنحاول نهبط شويه حتى لتحت. هذه حركه سهله. حاجه اخرى، كاين الناس اللي عندهم مشكل ديال ليكويش ديال ليكويس ما عندهمش لاسوبليسمون بالنسبه للور ديال ليكويس ديالهم، غنحاول نهبط ماكسيموم ونخلي ركابيه محنيين متنين بادو، وغنهبط حتى لتحت وغنلونسي الصبيعات ديالي قدام وغنبلوكي الفوق 4 3 2 وغنطلع الفوق. هنا شنو عجنا؟ عجنا لابارتي تحت، هاد لابارتي كتكون 90% ديال الناس كيعانيو من الالم. دابا غنحاول نطلع للفوق البديه ديال لو غون دورسال هاد لابارتي هنا الفوق، وغنهبط نهبط لتحت ستوب ونونسي يديا وغندفع العمود الفقري ولا الكولون فيرتيبرال ديالي للور ماكسيموم. من طبيعة الحال ما ننساش لا ريسبيراسيون، وغادي نحسب 4 3 2 1 ايغولاش. حاجه اخرى غنرجع للاسترخاء، غنجمع الكود ديالي للور. هاد المره غنحاول على حسب المستوى اللي قديت عليه ركيبات يكونوا مسرحين، الكود ديالي شاد فيهم وغنغولاش يديا شويه عليا بارفي 4 3 2 1 اغولاش غنطلع الفوق. ديما في المنطقه ديال الظهر القناه ديال الظهر ديالي حتى البديه ديال لو غون دورسال، وغنهز يدي الفوق وغنهبط بشويه لتحت. وارجع لبلاصتي عاوتاني. جهه اخرى نفس العمليه. وارجع. هاد المره غنجمع رجليا بجوج. هاد الحركات الا قلنا بهم ملي غنفيقوا في الصباح ولا الوقيته اللي غنكون جالس في بيرو وغنحس بالالم، الا قمنا بها 50% ديال الالم ديالنا غادي ماديش يبقى يكون ماديش يبقى نحس به. هذا بالنسبه للناس اللي ما تيمارسوش الرياضه، بالنسبه للناس اللي كيمارسوا الرياضه اوتوماتيكمون فاش غيبدا لا سيونس ديالو ديال الحصه ديالو سواء في القاعه سواء اون بلانير ماديش يبقى يحس بالالم كما موالف كيحس به الا كان ما كانش كيتريني. غنهبط دابا لتحت عند لي بوان دي بي ديالي وغادي نطلع. شوف معايا يديا غنشدها في ليكويس بحال غنعنك شي حاجه وغنسرح الركيبات ديالي بشويه وغنشوف الفوق القدام شويه وغنحس بالكولون فيرتيبرال، يعني هنا الظهر ديالي كله كيخدم لاسوبليسمون. ريسبير 4 3 2 غولاش شويه عليا غولاش يديا شد في لي بوان دي بي 4 3 2 1 حركه اخرى ملوكي في الكويس
ونظلور وربعة ثلاثة جوج إغلاشي وغندفع الفوق حركة أخرى إديا فوق ركيبات غندفع بصدري مزيان حتى لتحت خليك هنايا أربعة ثلاثة جوج دفع عاوتاني بحال شي بنانة واحدة أخرى دفع الفونتر ديالي دفع الصدر ديالي ماكسيموم لتحت ونشوف القدام أربعة ثلاثة جوج شونجي الفوق إي غولاش دابا غنرخي يديا ركابي مسرحين ولا ماشي مسرحين ماشي مشكل المهم نغولاشي الكتاف ديالي أربعة ثلاثة جوج إي غولاش غنطلع الفوق أرجع البوزيسيون ديالي الأولى ونقول لكم سيادنا بصحة وراحة تتمة ديال الحلقة موعدنا اثنين اثنين جاي إن شاء الله بصحة وراحة لك الكلمة سميرة شكرا لك صلاح الدين صحيح ان الدر من بين البلايص اللي صدرنا بزاف اللي ما عطيتينا حركات شاهدنا في التكسال بغينا نتكسل شكرا لك صلاح الدين بيني وبينك اللحظه ومنى الصباحيه من اصعب المراحل اللي تعيشها الانسان نفسيا هي مرحله المراهقه صعيبه على اللي تعيشها وصعيبه حتى على اللي دايرين به اليوم بغينا نعاونوا الاباء والامهات يتذكروا هذه المعاناه لان تنساوها هي تنساوها بزاف باش نقدروا نفهموا بالتالي نسهلوا المساله عليهم وعلى الوليدات ديالهم فاولا شنو سيوقع في النفس خلال هذه الفتره ديال المراهقه مناسبه شنو هي سن المراهقه ولا اللي نتكلموا عليها هاد النهار تتبدا من داك 10 سنين تيقولوا يعني المتخصصين في التغيرات الفيزيولوجيه تتبقى حتى 18 سنه واجتماعيا تتبقى حتى 20 سنه ومن بعد 10 سنين كمان اون بون بيريود واحد جبيد 10 سنين ديال المعاناه ماشي ولا بد هذا هو النقطه ما ناخذوهاش بهذا المنظور ديال المعاناه لان هي كما دزناها حنا كاملين وكما دازوها الراشدين اللي معنا واللي قبل منا واللي هذا هيدوزوها هاد الوليدات هادو اللي صغار فهي واحد المرحله ضروريه باش ندوز من داك مرحله الطفوله اللعب بدون مسؤوليه لمرحله الرشد اللي كتولي فيه المسؤوليه كتولي فيه المحاسبه كتولي فيه اتخاذ القرارات كتولي فيه خصك تعرف المحيط ديالك تتعامل فهي واحد لو باساج واحد الفتره واحد انتقاليه وضروريه فيزيائيا كنعرفوا انها كتكون مرافقه لمرحله البلوغ والتغيرات اللي كتوقع لنا والهرمونات والتغيرات الجسديه ونفسيا كتجينا مع نقول لك انا بعدا قبل اجتماعيا كتجي مع مرحله الكوليج ليسي فهذاك المرحله اصلا كيولي واحد الضغط على الطفل من غير الضغط ديال داك الهرمونات وديك التغيرات وتيولي يبغي يشوف راسو بزاف في المرايا وكيوليت وهذا وشعري ووجهي واحد الحبيبه ناضت لا واحد بزاف هادشي كامل بالاضافه لداك الضغط الاجتماعي اللي كيكون مرافق للمدرسه فتنعرف المرحله ديال الاعدادي والمرحله ديال الثانوي كتجي الاختيار ديال التوجيه كيوليو النقاط عندهم واحد الدور كبير باش دير التوجيه ديالك كيوليو الاباء كيضغطوا عليك من جهه ديال المدرسه وخصك تقرا وخصك دير وخصك تعرف راسك شنو باغي دير ايتترا وفي نفس الوقت هو باغي يكتشف وباغي يعرف وما تبقاوش تهضروا معي انا راه ماشي دري صغير وماشي بنيته صغيره ما تقوليش ندير وما ندير فكيولي داك النوع ديال لا هو طفل وهذه يمكن الصعوبه ديال سن المراهقه لا بالنسبه للوالدين ولا بالنسبه للاطفال ما هو ما بقاش طفل وفي نفس الوقت ماشي راشد فهو تالف داك البحث على الحريه والبحث على اثبات الذات البحث عن نفسه بالطبع داكشي باش كيوليو بزاف تلاحظوا من ان الاباء الاغلبيه اللي كيتشكاو تيقول لك ما بقاش كيسمع لي اللي قلت له كيدير العكس ديالها بدا تيتجابها معايا في الهضره ما تيبغيش يصوب لي ديفوار ديالو باش يقلب على النفس ديالو على الذات ديالو الا كنا كنتعاملوا معاه دير وما دير فكيبغي يقول لك انا راه ما تبقاش تتعامل معايا بالتعامل اللي كدير ديال الاطفال انا راني كنفهم وانا راني كبرت وراني تنعرف وخصك تحترم داك الشخصيه اللي تتكون مازال شخصيه ما تكونش كلها اكيد عنده فيها واحد السمات اللي حنا عطيناها له من كان صغير اللي استسقاها من المدرسه من التجربه ديالو في الشارع مع الاصدقاء ولكن دابا هو تيقلب على شي حاجه ديالته هو ومن هنا كاينه الخطوره ديال هذه الفتره هذه لانه كيف ما تيستوعب الحوايج المزيانين يقدر يستوعب حتى الحوايج الخايبين فاذا نردوا بالنا هنا هي الدور ديال المرافقه ديال الوالدين المرافقه ما تبداش حتى سن المراهقه راه كتبدا منين تيكون صغير راه ما يمكنش نسمح في كيفاش نوجدوا جوستمون فوالا كنوجدوا ان التعامل ديالنا مع الاطفال مثلا حنا نشوفوا غير واحد الحاجه ملي كيكونوا مازالين صغيورين مثلا ما تيعرفوش يهضروا تنبداو تيتي ميمي نيني وشنو بات ما كنلاحظوش لان الاب ولا الام كل الولد ديالو ولا البنت تشوفها كل نهار فما كتلاحظش انها كبرت وكيبقى داك التعامل على انه الطفل صغير
واخا ما كنبقاوش نقولوا ميمي ونيني، ولكن راه كنبقاو تنتعاملوا معاه لانه خصو داك الحمايه اكثر من القياس، خصو داك المراقبه. بالطبع ما مزيانش، لان شنو كنوصلوا؟ كنوصل 20 عام ولا اكثر تيقول لك ولدي غير مسؤول، ما عرفش يقلب على خدمه، ما عرفش يلقى خدمه، ما عندوش فائده. فوالا شوف كيفاش كتبدا، ماشي حاجه اللي بسيطه اللي بالنسبه لينا عاديه وكتستمر. راه ما كنتيش بان هذاك الطفل ما قدرش ينفصل على الحضن ديال الابوين ديالو، وبالتالي ما قدرش يكون منفصل بذاته في المسؤوليه وفي البحث عن الذات. وهذه هي الاهميه ديال سن المراهق، لان فيها كيبدا ما بين ديال الطفل السن ديال الطفوله اللي ال ديبون واللي تيكون متصل 100% معول عليهم، لذاك السن اللي خصو يعول على راسه. فهذاك الفتره الانتقاليه اللي حنا ما رديناهاش البال. وامتى تعاملنا معها؟ امتى نبداو نعلموا وليداتنا انهم يعولوا على ريوسهم قبل من المراهقه؟ جي ماجي هذه هي النقطه. ملي كيكون صغير كيلعب لي جوي ديالو، كتجي الام بالنسبه لها ان طبيعيا ان هي تجي تجمعهم ليه، هذه كتبان لنا عاديه، او ان بلاصتو هي تجمعها ليه. الله راه ما تيعرفش، ماشي مشكل، ماشي هو يصوبها كلها، غير يشد معايا في الجنيب ويكون واحد لي فيليسيتاسيون كنهنئو، شتي تبارك الله عليك، وي انت كبرتي وغزال وهذا، واحد التهنئه باش كنعاونو انه تيعاون يقدغي بلاصتو مثلا، او الدفاتر ديالو من يكمل بهم هو يمشي يجمعهم. حنا لا بالنسبه لنا باش ما تلقاش راسي معاه جمع لا غد ليه ولا نقاد ليه، هذه تتجمع ليه حوايجو نلبسو ونغسل ليه. إنا تابعها إنا السن خاصنا نبداو نعلموهم يعني يعولوا على ريوسهم. كل ما من من يبدا يستوعب الكلمات الاولى ديالو من الجوي ديالو، داك الصغير اللي تيلعب به الكويره بلا بيسيكليت هذا، وحنا ماشيين وحنا ماشيين وحنا ماشيين، راه ما كايناش واحد الفطر. يعني حوايج صغير وعندها اهميه كبيره في الكبار. بسيطه، ما كنجيوش حتى كنوصلوا واحد النهار لا راه ما عندوش احساس بالمسؤوليه، لا راه ما تيقش في نفسه، لا راه ما كيسمعليش، هذاك الشيء كامل راه درجه درجه درجه. حنا في العدد ديالنا دائما داك الاول تيكون فشش بزاف، يعني انت كتبقاي تعمل لي داك الشيء ديالو، واش يعني ممكن الى مشى فات الوقت على هذا الوقت، هذه المرحله اللي كتقولي من الاول اننا نعلموه يعتمد على نفسه، واش نقدروا ندار كل موقف يعني يوصل 10 toujours. سي توجور غاترابابل، غير هي الا بدينا من الاول يكون احسن، ما بديناش كتبدا شويه باش شويه. كلا كنبدا نعطيه شي مسؤوليات اللي يمكن مثلا ديال الكبار، يخلص الضو الماء مثلا في 10 سنين ماشي مشكل، يكون واحد المبلغ ديال المال قليل ونقدر نرافقه ونقول له سير تخلصوا، كتجي شي حاجه اللي بسيطه، ولكن تتعلموا انه يشد الفلوس، انه هيمشي ويجيب لك الورقه، انه هيشد ويوقف الصف، شي اشياء بسيطه. المدرسه غير غير بيسري نعطي الفلوس نقول ليه جيب لي هذاك مثلا اكزاكتوم وراقب الصرف وشوف، هذه شي حاجات بسيطه جدا. او في الدار ولدي الله يرضي عليك شكون في ونتناقشوا باش ما يبقاش داك المساله ديال حنا كنقول لك لا راه ولدي سي نورمال يمشي صوب هذه ما يعملش هذه او هذا، ولكن الا حاولنا نخلقوا واحد النوع ديال الحوار ونبينوا ان نتناقش معاه باش نخلي حتى هو يكون عنده واحد الراي واش يعمل هذيك الحاجه ولا ما يعملهاش، وهي وخاصة في هاد السن المراهقة، لأنك كتولي صعيبة كيولي باغي يثبت الذات ديالو ويقدر يولي داك العكس على والو. وفي نفس الوقت نحدو لي ليميت الحدود، لا الحرية المطلقة ولا عاوتاني داك التزيار وداك الضغط وداك المراقبة وداك الحماية اللي كثر من القياس. منى يعني السيدات السادة المشاهدين كلهم تيخافوا على وليداتهم من هاد الشيء اللي تيوقع في الزنقة، من الافات، من لا دروغ، من يعني المصاحبه السيئه، هذاك الشيء علاش يخافوا على وليداتهم وتيمنعوهم مثلا من الخروج ولا يمشي يتسخر ليا، تيقول لك انا بالنقص ما يتسخر ليا غير يبقى ليا مزيان. شنو رايك في المساله؟ لو ريسك او الخطوره او كاينه في اي حاجه، من جي نشرب هذا الماء نقدر نشرك. اي بورتون ويقدر يوصل للموت. شحال من واحد جاي يشرب قهوه خرج فيه الطوبيس مثلا، ما ركبش في الطوبيس، ما ركبش في الطوبيس باش الزنقه، كاين اللي مدريجه تزلق تهرس، هو ما دار لا مجهود، ما مشى نقز ما وقعت. فهاد الحوادث كاينين، حنا خصنا نتعاملوا مع ما نوصلوش لذاك الدرجه ديال الخوف اللي كيخلينا اننا كنهرسوا الشخصيه ديالنا والشخصيات ديال داك الاطفال اللي حنا كيوليو اللي مسؤولين هما منا. داك الخوف كثر من القياس، هاد لي ريسك كاينين، كل نهار متى تاخذ السياره ديالك او مين كتقطع الشنطه كاين واحد الخطر انك تقدر الله يحفظ دير اكسيدا، ومع ذلك كنا كنقطعوا الشنطي مع انه خطر لنا كاملين. صحيح، هذه هي نفس القضيه، هذه اللي كنطلب من الوالدين انهم يديروها باعتبارهم، المخاطر كاينه، نرافق ولدي نهضر معاه ولا بنتي ونتكلموا ونوريه المخاطر ديال الاشياء. مثلا بالنسبه للمخدرات في الولايات المتحده الامريكيه اش كانوا تيديروا في واحد لا كوميسيون، تيديو الاطفال لذاك المراكز ديال الاستشفاء ديال المدمنين وكيسمعوا القصص ديالهم، ملي كيسمعوا داك الشيء داك المعاناه وداك الشيء الخايب اللي دازوا به وكيفاش انهم فقدوا الصحه ديالهم وفقدوا، كيلقاو داك من اطفال من 10 سنين وقل وكثر شويه،
ما عمر داك الاطفال كيقربوا للمخدرات. عرفتي شوفوا النتائج بعينيهم احسن ما نبقى نقول ما تقربش للمخدرات. عندك المخدرات نشرحوا ولا تخرج علاش؟ حيت لا بقينا تنقول لهم نقدر نقدروا نقدروا يعني نديروا فيها تدفعوا باش يمشي يقلب عليهم. علاش؟ شوفوا لان العقل ديالنا هذه راه واحد المساله علميه. ممنوع مرغوب. عرفتي علاش؟ علميا المخ ديالنا ما تيستوعبش نو با لا ما ديرش غير الطفل الصغير من تتقول له ما تسقيش في داك الكاس كيمشي وكيقاس فيه راه ماشي عكس لان العقل ديالو مازال ما استوعبش داك الجانب الاجتماعي ديال ما ديرش باش يفهم هو بالنسبه ليه كيحيد داك المنع وكيمشي للفعل داكشي باش من بغيت تقول لولدك ما تسقيش في الكاس عطيه البديل فاطمة نقول له ما تسقيش لانه هيمشي يقاس فيه نقول له اجي العب هنا او ما نقول له ما تلعبش في التلفازه خصك تعطيه واحد البديل نفس الشيء بطريقه العقل ديالنا طبعا لان العقل راه حنايا براسنا ما تتقول لا لا خصني نرد البال باش ما نديرش اكسيدون الناس اللي كتقال لهم خايفين من لي زاكسيدون هما اللي كيديروا لي زاكسيدون صحيح صحيح فهي طرق بسيطه خصنا غير نعرفوها كيفاش نتعاملوا معها تماما شكرا لك بزاف منى الصباح على كل هذه المعلومات اذا انت بالنسبه لك الوقايه ماشي الوقايه من تهيئ للمراهقه احسن من اننا نعيشوا هذيك الفتره بطريقه خايبه بزاف نهيئوا لها من قبل ونبسطوها كيما حنا تزدنا منها يدوزوا حتى هما منا تكون غير واحد المرافقه ويكون واحد تواصل ونعيقوا انهم كبروا حنا بالنسبه لنا كاباء راه شنو بس ما كنردوش البال شوف غير مثلا الا سمانيتي ولاد عرفتي اللي معك في الدار ما تيعرفهاش صحيح اللي بشحال هادي ما شافكش دغيا كيقول له سمانيتي بدلتي شعرك طواليتي صحيح اللي معك ما تيردش البال صحيح نفسي صحيح شكرا لك منى الصباح على كل التوضيحات نتمنوا فتره مراهقه لوليداتكم تمر بامان ان شاء الله ورجعوا كيف ما بغيتوا ان شاء الله نمشيو اللحظه عند ليلى حديوي وفقره الموضه إذن بلغازي اسم معروف في الساحة الفنية المغربية لاهتمامه بالقفطان المغربي ولكن ماشي بالقفطان المغربي القديم تماما اليوم ما نتكلموش على نفس الشيء ياك لا وحنا كنعرفوا بلغازي عبد الأحد مرحبا بك معنا في صباحية جوزام وكنعرفوك يعني من لا جينيراسيون ديال الأب ديالك اللي كنعرفوا المتحف بلغازي جيتينا شحال هذه صباحية جوزام وقدمتي لنا يعني المتاحف ديال اللباس التقليدي وتعرفنا على ليستوار ديال القفطان ومن بعد عاوتاني جيتينا بالجديد جيتينا بالمجوهرات اللي كنتي كتصوب اللي انت كترسمهم واليوم معنا في صباحيه الدوزام حصريا بشكل اخر بشكل اخر يعني معنا اليوم ديزاينر يعني اللي كي انا ارتست مبدع مبدع اللي كل مره تجينا بالجديد مرحبا بك اليوم جيتينا وجيتي بالجديد ديالك جيتينا سيدي باللباس البريت ابورتي باللمسه المغربيه بحالي لابسه انت بحالي لابسه تنشوفوا في فيست يعني سي اون فيست بريت ابورتي تشوفوا هنايا كاين الطرز بالخدمه ديال المعلم الوغ كيف جاتك الفكره ديال باش تمشي من المجوهرات للباس البريت ابورتي باللمسه المغربيه التقليديه تنشكركم بعدا على هذا البرنامج هذا اللي فريمون كتشجعوا لي ستيليست ولي كرياتور ولي ديزاينر اون جينيرال والهدف من هاد لا كوليكسيون هو كنشوفوا بحال هكا دي برودري اللي قدامين وكنقولوا علاش ما يمشيوش حتى في لو بريت ابورتي علاش ما نخرجوش بهم منهم غير القفطان يعني الطاز اللي نمشيو به في لي ساك في لي فيست في بزاف ديال الحوايج من هنا جات الفكره نمشي في واحد لو كوتي اللي ما كاينش منه اللي كاينش بزاف ديال لي ستيليست اللي كيستعملوا لا برودري في لو بريت ابورتي بصح اذا واش التصميم ديالك الافكار ديالك الفصاله ديالك ولا عندك اتوليي جو في لي موديل وعندي لاتوليي كي جير تو سكي كو رياليزاسيون لا توش اكزاكتوم والتفكير هذا اكزاكتوم الفكره والمجوهرات فين وصلوا المجوهرات توجور خدامين الوغ حاولت ندخل في لابوتيك ديالي اللي عاد حليت في الرباط une partie في لي بيجو جداد و لو بريت ابورتي او ميم طون في لا بوتيك اذا تبارك الله عليك غادي نشاهدوا العرض الازياء اللي غتقدم لنا اليوم التصاميم ديال اللباس ديال بلغازي عبد الاحد اللي جيتينا من الرباط مرحبا بك اذا كما تنشاهدوا اول لبسه اون بروكار هذا سي ان مونتو اكزاكتومون اون بروكار ou le sac ta wa mah exactement le brocart kanhiyi les artisans ديال المعلمين ديال لو بروكار ديال مدينه فاس اللي كنحييهم من هذا المنبر واللي حاولت ندخل لو بروكار في لو بريت ا بورتي
كيف كتشوفوا اكزاكت افيك لو ساك اون كاليغرافي اللي حيت فيه لاغ د لا كاليغرافي والفن ديال الخط العربي. سيف انت كبرتي مع هاد يعني هاد الاشياء بهاد يعني حتى الطرز وداك الشيء اللي كبرتي معاه كيف جرى فوالا وتو جرى راقي وبلو تيسيو اللي تنعرفوا كاملين يعني كاين شي وحده فوالا كاين ما تبغيش تزعم عليه فاش كنشوفوا هاد الثوب ما نزعموش نديروه كمونطو وجهها غزال تبارك الله تبارك الله عليك سي فغازي دونك كتبقى انت في البريت ابورتي واش تبغي زعما تصدر هذا اللباس ديالك ان شاء الله؟ ان شاء الله هذا هو لوبجيكتيف من لا كوليكسيون ديالي هو سميتي بعدا لا كوليكسيون ديالك عندها شي اسم خاص؟ سي لاغ ماروكان اون جينيرال سي الفن المغربي فيه البروكار يعني تو سكي ريزارتيزون ديال البروكار فيه الطرز الجينيراسيون ديال الطرز وهنا حاولت دخلت في هذا اليوبار اليوبار في اون فوغور اكزاكتومون وكنشوفو حتى واحد المجدول ولا خيط اكزاكتومون المجدول سي لا بتيت توش لا بتيت توش واخا ما باينش بزاف في التلفازه مي كنشوفو واحد الخيط هو اللي فاطمه نديرو اون سانتور عاديه تنديرو المجدول في التحرفه ديال المجادليين ودرتي اسيدي لو ساك اسورتي مع بيان سور لي زاكسيسوار تيكملوا اللبسه اون جينيرال اكيد اكيد يعني ما خصناش نهملوا لي زاكسيسوار نبقاو نتبازاو على الفور وسط لا توني ولا هذا ونساو لو ديتاي سي سي ساك غير ما نكثروش من ليوبار في اللبسه اذا كان في لي مانش تيتوش في لي مانش ولا في البوشيت بوحديتها ما نزيدوش لي بوت ولي شارك بيان سور اكيد نو با فيغ ترو واش هادشي كديروا كله في المغرب يعني من ناحيه الاثواب والصنع وكل بيان سور بيان سور هادي هادي عاوتاني بطرز الغرزه فيست بطرز الغرزه ارجنتي يعني كيف تنعرفوا طرز الغرزه كيتستعمل في المخاد في لي ريدو في اللباس في القفاتن هنا دخلتو في لي فيست دي بوند اون بالغرزه وسميتها تتحمر سانتور ا كرياسيون سي بالنقرا اكزاكتومون صرنا بالنقرا سي حتى لو ساك جا يعني لا توش بالنسبه للساك لو موتيف سي لاركتيكتور سي جيومتريك يعني خديتو من الهندسه اكزاكتومون من هشام الحلو تماما انا تفكرت فضيله القادي تفكرت هشام الحلو يعني كاع الناس اللي كيحيوا الاختزال تماما تماما تيوظفوها في التسكي موديرن واللي من التحت واش الصنع ديالك ولا هذيك سي روب لا روب من الصنع ديالي حتى هي حتى هي سي روب دونك تتبقى يعني دائما في البريت ابورتي افيك دائما لا بتيت توش ديالك الوغ شنو هي اللمسه اللي دخل عبد الاحد بالغازي في هذه لا كوليكسيون ديالك حيت واحد النوع من الطرز اللي كان تنسى بزاف ديال الناس اللي مالوغوزمون ما بقاوش كيديو واحد الطرز ديال واحد لي ريجون في المغرب مالوغوزمون مثلا بحال بحال ازمور الطرز ديال ازمور اللي مالوغوزمون ما كيتستعملش بزاف لا بلوبار الناس كيمشيو فيغ الطرز الرباطي ولا الطرز ديال الفيل ازمور هو اللي تيكون فيه بحال الحيوانات اكزاكتومون اكزاكتومون هو اللي فيه هذا اللي سي طرز ازمور سي دي سين اللي كانت كتخيل لا فام ماروكان يعني تقدر دير ان شوفال بالعود بالراجل مطروز ولا الحمام ولا رياض السواري افيك سي دي سين اللي كانت كتعيشهم المراه في الطرز ديالها اللي في لا بيريود ديالها كامله ملي كتزاد وهي كترز في هذاك الدهان ديالها اكزاكتومون وي انا غنكملوا العرض ديالك سي بالغازي بهاد لاكاب رائعه هي سي فري كو تنساو هاد لاكاب بانها هي رمز ديال 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 الاناقه وديال المغربيه المغربيه الوغ هادي دخلتي فيها الطرز في الكول في الكول اوفيسي نشوفوا غير بعدا قبل ما نحيدوا نحيدوا لاكاب كنلقاوها في الكول اكزاكتومون لو كول فيه لا برودري لو رابا اون دوري وعاد تنشوفوا لا فيست درتي لا لوخا لو ميم موتيف اللي في دوفون لا فيست Avec un sac en calligraphie aussi. Il y a le mélange de floral et la calligraphie. Tu dis que c'est un peu bizarre. Non, on va faire ça. Je vais faire ça. الرومي لان هادشي زوين تلبس دائما وفيه هذيك اللمسه المغربيه كاين واحد الهويه مغربيه حنا اللي تنفتخروا بها فيا ريت يا ريت كل المصممين يديروا بحال هكا صلاه النبي عليك واش ما تديرش لاحظت بانك غير في اللون الاسود الالوان الغامقه ما تديرش الالوان الاخرى عندي ذاك كولور اخرين ولكن انا مولوع باللون الاسود يعني ملي دخلتي عندي البوتيك تلقاي لا بلوبار ديال لا كوليكسيون كلها اون نوار جادور لو نوار كندير عندي لو بلون عندي لو روج بلان دو كولور ها هو لو روج هذاك لو روج اون برودري عاوتاني ولكن اللون الاسود هو يمكن مصدر الالهام ديالك تتكون مرتاح تكون مرتاح في لا كرياسيون ديالك الوغ هنايا كنلقاو في الكتف في لي زيبول بلوتو تلقاو الجوهر بحال هادشي اللي لابسه غير في الكمام بجوج
حنا بجوج اكزاكتومون وكنلقاو لو بتي ساك عاوتاني او كاليغرافي دوري تري جولي. شنو هي الرساله اللي تبغي ترسلها من هاد التشكيله ديالك؟ الانسان خصو يبحث في ليستواغ والتاريخ ديال المغرب، يعني غير لقلب في التاريخ غادي يمكن له يتانسبيغا من بزاف ديال الحوايج، يعني غير خص الانسان يدير دي ريغوشيغش وغادي يوصل دي كرياسيون مانيفيك. انت اللي بيجولي تنشهدو من الصنع ديالك. توجور توجور اكزاكتومون. تبارك الله عليك السي بلغازي، وشنو الاب ديالك تيقول بهاد يعني بهاد الفنان الراي ديالو؟ تنقولوا الفنان تيولد غير الفنان. كنسلموا عليه هو والام ديالك. الام ديالي حتى هي اكزاكتومون. اللي كيشجعونا بزاف في هاد الله يخليهم لك. دونك هادي عاوتاني بحال هذاك الميم ستيل اللي شفنا قبيله ديال لاكاب غير هذا في الكمام. تتبقى لا فام شيك انيقه بهاد وكنشوفوا يعني كنقربوا بالصنع المغربي ديالنا وتسلموا على كيف دائما تنسلم على الصناع المغربيين اللي كنحيوهم اللي تيبذلوا مجهود في هاد الشيء ديال الصناعه التقليديه. انا تنقول لك هنيه عليك بهذا العرض، هنيه عليك وهنيه علينا مصممين بحالك. شكرا لك على تلبيه الدعوه بزاف. وجنبك الجديد من غير هاد لا كوليكسيون؟ ان شاء الله بروشينمون كوليكسيون اخرى اللي في لو كاف لي كافتون غادي يكونوا فيها. هاد المره مشيتي للكافتون غادي ندخلوا لي كافتون ونعاودوا نرجعوا عاوتاني. شينا الاربعاء سميره شي ميركودي بور لباس التقليدي بكل فرح. تبارك الله عليك اسيدي وشكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله. الى فقره الجمال الان مع ليليا مولينا. ليليا معها اليوم ضيفه، ضيفه اللي ما غرباش على بلاتو صباحيه دوزان. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير سميره وصباح الخير خديجه. صباح الخير عليكم. صباح الخير سميره. صباح الخير عليك ليليان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. كيف ما وعدناكم المره السابقه فوالا غادي نتكلموا على النباتات ولا السلبيات ديالهم ولا الايجابيات حتى هما. دونك اليوم اختارينا الخزامه، فسميره انا براسي الخزامه كانت كتحب لي فيها شكل واحد فهي فيها اشكال. دونك اليوم غادي نتكلموا عليهم وغادي نشوفوا علاش شكل واحد هو اللي يمكننا نستعملوا دائما والاخرين علاش كنستعملوهم، ياك؟ دونك غنخليوك تفسري لنا. الوغ عندنا زيت الخزامه، كلشي الناس كيعرفوا زيت الخزامه والزيوت الاساسيه ديال الخزامه. فاش كنمشيو للسوق اي واحد كيبغي يشري الخزامه كيلقى لي الاسونسييل دو لافوند، ولكن اش من لافوند اش من نوع؟ لكن لان كاين هناك انواع كثيره بزاف ديال لافوند، كاين اللي هي صالحه لاي واحد وكاين اللي هي فيها مكونات اللي هي سلبيه كثيره بزاف للانسان سورتو الاطفال ولا النساء الحوامل او اللي كثرنا منها كيمكن لها تكون عندها عواقب كثيره بزاف بالنسبه للصحه. الوغ بالنسبه للخزامه، كاين الخزامه الحقيقيه اللي كتكون متواجده اللي كنسموها بالفرنسيه لا لافوند فري او باللاتينيه اللي هو خص هذا الكلام باللاتينيه نردوا عليه البال بزاف لانه مهم في العالم ديال الزيوت الاساسيه. يعني فاش كناخذوا الويل اسونسييل دو لافوند خاصنا نردوا البال نشوفوا واش مكتوبه لا لافوند لافوندولا انغويستوفوليا او لا لافوند اوفيسينال. خذ الكناش والستيلو. خذ الكناش والستيلو قيد. يعني المستهلك خاصو يرد البال فاش ياخذ ان فلاكون بحال هكا. حنا كنلقاوها موجوده دونك هي هذه اللي كنشوفوها حنا موجوده. هي هذه موجوده وهنا في لو فلاكون خاصنا نردوا البال للاسم باللاتيني او لا لافوند فغي. ضروري ومؤكد خاصنا نردوا البال لان لا لافوند بوحديتها ما كتعلن لنا حتى شي حاجه وكيمكن لنا تشكل لنا خطر لان ما كنعرفوش الفورنيسور شكون هو منين قطرها انسي دو سويت. دونك غادي نشوفوا هذه ديجا هذه الخزامه هذه اللي حنا كنعرفوها اللي مزيانه لاش شنو لاش كتصلح ونديروا وصفه صغيره نوريوها للسيدات. الوغ دابا هاد لا لافوند اوفيسينال ولا لا لافوند فغي كتصلح باغ اكزومبل شي واحد هي عندها واحد المكونات مهدئه للاعصاب او بالدرجه الاولى. كتصلح باغ اكزومبل شي واحد عنده حرق الراس يعني كيمكن لها توجد في اي بيت تخوس دو سوكور. كنديروا جوج قطيرات هنا في على حريق الراس. كيمكن لها تستعمل الحريق لان اول ما اكتشفنا الزيوت الاساسيه
والمزايا ديالها هي في الحرق. العالم كان تحرق وخشى يدو في واحد السطل فيه زيت الخزامة. من بعد بداو الدراسات على الزيوت الاساسيه يعني سيكاتريزونت. جرحنا تحرقنا يمكننا نديرو منها قطيره فهي فوالا وحرق الراس. وكيمكن ليها كيمكن لينا دابا نديرو وصفه سهله هي نديرو ويل دو ماساج ريلاكسانت. فوالا داكور. الوغ كناخدو تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت اللوز. الو حنايا قبل ما تحلي هذا حنايا كنا ورينا وصفه كنا عطينا واحد الحيله للاطفال اللي كي على الشهر تسعود فاش كيدخلوا في المدرسه فكيديروا على القمل. كنا قلنا ناخذوا قطيرات ديال هاد الزيت ديال الخزامه ونديروها للدراري مورا الودنين. دونك عندنا الحق كنا نديروها بوغ لي زونفون. ولكن كناكد على لافونت فغي يعني لافونت اوفيسينال. هذه هي اللي يمكن لنا نديرو لي زونفون ا بارتيغ دو 3 اون اي دمي ولا 4 اون. هنا درتي جوج معالق كبار. درت جوج معالق هنايا هذا سي بوغ بريباري لويل دو ماساج ريلاكسونت. الوغ جوج معالق كبار ديال الزيت. كناخذوا الويل دو ماكاديميا ولا زيت اللوز اللي متداوله. وكناخذوا 20 قطره ما نفوتوهاش ديال ويل دو اسونسييل دو لافوند فري. فوالا غنبقى ناكد حتى تحفظوها. لا لافوند اوفيسينال. الوغ دونك هي اللي بلاصه اللي مازال ما حفظناها. خاصهم يحفظوها معنا المشاهدين. ويل اسونسييل دو لافوند اوفيسينال او لافوند فري. غادي نسول انا لخديجه على واحد الطريقة تيستعملوها السيدات متداولة بزاف في الخزامة. هي تيحمروها شي شوية في المقلة تيسخنوها وتيديروا بها دي تيكوسان وتيديروا على بد الحريق ديال الدورة الشهرية. واش مزيان ولا لا؟ مزيانة بزاف بزاف وسيرتو بالنسبة لابلونت يعني ما نخافوا منها حتى شي حاجة. وحاجه واحده اخرى هي ان الويل اسانسييل كيمكن لها تدخل في بزاف ديال العلاجات ما يمكنش لنا نذكروهم منهم الدوره الشهريه بالنسبه للحريق لانها هي اونتي دولور او اونتي هذا مضاده للالتهاب مزيانه للاعصاب. خاصنا غير نتاكدوا من المصدر انها لافغي ونقدروا نستعملوها. اكزاكتو. غادي ندوزو دونك هذه الويل دو ماساج. دونك هذه يمكن نديروا بها الماساج الا بغينا نكونوا باش نستر زعما نسترخوا لهذا نديروها. كنديروها في الديفيزور. فوالا. الوغ كاينه هذه اللي كنشوفوا. بالنسبه للخزامه من انواع ديال الخزامه اللي الناس ما كيعرفوهاش بزاف هذه كنلقاوها سميتها الحلحال. بالعربيه الحلحال بالفرنسيه بالنسبه بالفرنسيه سي لا لافوند ستوكاس. الوغ هاد الزيت هادي شي واحد باغ اكزومبل عنده كيدير لها لا ديستيلاسيون ويجي ويبيعها. هادي خطيره جدا لان خاص غير ان اروماثيرابيوت ولا متخصص في الزيوت الاساسيه هو اللي يمكن يستعمل الوصفه بهذا الزيت هذه لانها غنيه بواحد المكونات اللي هما السيتونات اللي هما خطيرين جدا. يعني فاش كنفوتوا غير 6 نقطات كيمكن لينا نوقعوا في مشاكل كبيره بزاف بالنسبه للصحه. فاذا تفادوا الحلحال او لا لافوند ستوكاس. يعني نخليوها اختصاصي غير بالنسبه للناس المتخصصين في هذا الميدان. غادي ندوزوا لافوند وحده اخرى اللي حنا ما جبناهاش كنبات ولكن نهضروا عليها. سي لا لافوند اسبيك. لا لافوند اسبيك هي تقريبا بحال لا لافوند اوفيسينال مي فيها مكونات وحدين اخرين اللي هما حتى هما خصنا نعرفوا لي دوزاج ديالهم. فيها سيتونات ياك لان اللي هي مضره للصحه الا فتنا واحد الحد ديالها. وفيها لي زوكسيد اللي ما كتواجدش في لا لافوند اوفيسينال اللي كيمكن لينا نستعملوها بالنسبه للجهاز التنفسي. الوغ بالنسبه انا نسولك خديجه عفاك على الخزامه اللي تلقاوها عند العطار المغربي. ما كيكونوش مضبطين عليها. كان فاش مشينا جوستومون ضربنا دوره عند العطاره كنلقاو الروح. فاش كطلب الروح ديال الخزامه كيعطيك قريعه صغيره بحال قريعه ديال الكول ومكتوب عليها غير خزامه. ما كيقولكش اي دونك خاصنا نمشيو لمحلات مختصه. فوالا باغا فارماسي وهذا كيكون عندهم الخزامات اللي مكتوب عليهم السميه ديال كل حاجه. علاش؟ واخا الخزامه اللي تتباعها كطبيعيه اللي من الشفا اللي شويه. لا هذه مزيانه هذيك مزيانه ما نخافوش منها. وبالنسبه اللي عند العطار ما كنعرفوش كيف ما قالت ليليان ما كنعرفوش المصدر الزيت الاساسيه. وكيمكن لها تكون غير مخلطه وواحد يبغي ياخذها على واحد الغرض ثيرابوتيك وما غاديش تعطيه المفعوليه
كنقول لك راه ما صدقت، لان في هذا الميدان في هذا السوق يعني الناس كيخلطوا كيبيعوا نيمبورت كوا، كيمكن يديروا اي حاجه يعني فاسيغ اتونسيون. الوغ بالنسبه لا لافوند اسبيك، بالنسبه للمزايا ديالها هي انها مضاده للسع ديال الحشرات بالدرجه الاولى حتى هي من غير الناموس العقرب بزاف كيمكن بالنسبه لان ادولت يمكن يستعملها ديريكتومون سور لا بو، واحد 2-3 غوت في اللسعه ديريكتومون. وبالنسبه باغ اكزومبل الدراري الصغار سي ا بارتير دو 8 ما يمكنش نديرو قل من 8 سنين. تمس الفوق على اي لي زويل اسونسيال خصنا نتفاداوهم الدراري الصغار. فوالا اكزاكتومون. الوغ بالنسبه جوج معالق كبار. جوج معالق كبار ديال الكول. ديال الكول. وهنا نظرا لضيق الوقت غنعبروا بمعلقه صغيره ما كاملاش ديال لا لافوند اسبيك. هذه كنستعملوها في واحد القريعه سورتو في الوقت ديال الصيف اللي كيكونوا الحشرات بزاف. كندهنوا بها راسنا. كندهنوا بها غير كنرشوا بوليزاتور بوغ لي موستيك، او ميم طون كما كتخليش لي موستيك يقربوا لك. حاجه حتى الا بالنسبه للاطفال الصغار نقدروا نديروها لهم غير في البيت ديالهم. في البيت ديالهم. ودابا هذه حتى الناس اللي عندهم كتكون عندهم الضيقه ياك شويه ولا كيكونوا شويه مزيرين في الصدر ديالهم كلهم يديروها بأماساج. هاد الوصفه هادي بلا الكول وهاد المعلقه صغيره اللي درنا ديال الروح ديالها ديال الخزانه. ما فيناش لا الكول، يمكن لنا ناخذوا شويه ديال الزيت اي زيت متواجده في البيت ونديروا معها لا لافوند اسبيك. ويمكن لنا نديروا هذيك الساعه للوليدات الصغار اللي دائما ابارتيغ دو 8 اي بلوس وباش ما يجيوش لي زانسيكت. كنشكرك بزاف خديجه على هاد النصائح حتى حنا تعلمنا منك. بلاتي ما تكلمناش على واحد الزيت وحده اخرى سميتها لو لافوندان. لافوندان هي سميتها الخزامه الملقمه. من الخزامه الملقمه هي انهم كياخذوا لا لافوند فغي وكيخلطوها مع لا لافوند اسبيك وكيزرعوها وكتعطينا لو لافوندان. هاد الخزامه الملقمه فيها شويه من هاد لافوند فغي وشويه من لاسبيك، ولكن ليفيكاسيتي ما كتكونش كثيره وهي اللي كتكون زعما موجوده في السوق بزاف. هي اللي كنحنا فيها اللي كنلقاو. ومع العين خاصنا نتفاداو الحلحل. الحلحل وي فو ميو لو بريزيرفي او لافوند. لافوند ستوكاس. تنشكرك بزاف خديجه وليليا، واعدين انك غتجيب لنا خديجه لا ناتوروباث ان شاء الله البلاصه الصباحيه. حنا غادي نعاودو نجيبو مره اخرى النباتات المغربيه اللي حنا كنعرفو غنعاودو نجيبو نهضرو عليهم. عرفنا على كثير الاشياء معها تنشكرها بزاف. اللحظه غادي نمشيو عند ليلى شوي ونستقبلوا معها ضيفه فقره نجوم ومشاهير. والوجهه الى فن الموسيقى اليوم يعني. اكيد سميره، بحيث غادي نستقبلوا عازف مغربي عازف على آلة الكمانة النزار. نستقبلوا مشاهدينا. مرحبا بسي النزار، مرحبا بك صباحية الدوزام، اهلا بك. نهار كبير هذا، مرحبا بك. مرحبا بالكمان ديالك. شكرا. صباح الخير. صباح النور. واكيد جاي معاك الكمان يعني غادي نستمتعوا بشويه الموسيقى. اكيد ولا بدا اليوم اذا غادي يمتعنا بالحضور ديالو وبالحضور كذلك ديال الفنان الزميل ديالو نبيل القواس اللي غادي يرافقه ان شاء الله اليوم. اذا جاي وجاي معك الجديد البوم لاول مره وحصريا صباحيات دوزام، يمكن المشاهدين يشاهدوه. اذا شاركتي بالمعزوفات ديالك في عده قنوات في مجموعه من المهرجانات والسهرات والحفلات الكبيره كمهرجان الدولي للرقص الشرقي، وشاركتي اللي تنظم بمدينه مراكش، وشاركتي في سهره منظمه من طرف جمعيه مريم لالا مريم للاطفال المتخلى عنهم، الى جانب فنانين اخرين، ورافقتي مجموعه من لي زوركاستر المعروفين على الصعيد الوطني اللي مازال غادي تقول لنا الاسماء ديالهم ان شاء الله هاد الصبيحه هذه. اذا غادي نخليك اولا تصبح على كل المغاربه السي النزار بشي معزوفه صغيره. مرحبا. تفضل. عليك
اذا انازار هو الاسم الفني، غادي نرجعوا نتكلموا عليه، ولكن بغينا نتكلموا اولا على البدايات ديالك، فوقاش كانت في اي سن وكيفاش حتى صقلتي هذه الموهبه الجميله ديالك؟ اول حاجه نشكركم على الاستضافه. مرحبا. نشكر لان برنامج شيق وممتع تنتفرجوا فيه كاملين. البدايات ديالي كانت كاي فنان، تنعزز عليا الموسيقى، تنحاول نوظف الالات المنزليه، الات موسيقيه ايقاعيه باش نحاول نخلق واحد الجو، واصلا عاونوني العائله في الصغار ديالي. هادشي قبل 10 سنين بانت الموهبه ديالك؟ انا حيت عرفت مني دارت عندك 10 سنين يعني دخلتي المعهد باش تصقل هذه الموهبه هذه، لان تبارك الله كنتي داير ضجه في الدار. ضجه دائما قالوا الله ما نديرها في المعهد وما يديرهاش في الدار. وبيان سور من تكون عندك الموهبه من صغر تدخل من الباب الواسع باش تدخل المعهد. وقريت ان شاء الله باش تحترف خاصك تدخل المعهد باش تقرا القواعد السولفيج الاله، وانا كانت عجبتني الفيولون من الصغر ديالي وكملت المشوار ديالي، ومن بعد دخلت العالم التوزيع والتلحين لان اللي نحلت. وانت دابا اللي كتقري اجيال اخرى؟ تنقري الفيولون اجيال اخرى بيان سور، وان ميم طون تندير التلحين والتوزيع. وكانت والفكره ديال لو ستيل كنت انا تلحن للدراري، وتقول علاش ما نلحنش لراسي؟ ولقيت راسي موجود في واحد لو ستيل اللي هو تراديسيونيل. بحال هذا المقطع اللي سمعنا دابا، بحال هذا المقطع، هذا مقطع شكوري، لان المغرب عنده ثقافه متنوعه وعنده انماط موسيقيه متنوعه، بحال انواع ديال العيطه، كاين العيطه الجبليه، العيطه الدكاليه، عيطة الصحراوية والسوسية والأطلسية والأندلسي والملحون، إضافة إلى الشقوري. هادو كاع تنحاول نخدم عليهم بإيقاعات عالمية. وهذا الكوكتيل اللي تكلمتي عليه موجود في السيدي ديالك؟ إن شاء الله هذا سينجل حنين، لأن دخلت فيه واحد الموسيقى اللي هي حنين، نهضروا على حنين بالضبط. حنين قبل ما نهضروا على حنين نهضروا على أنازار. منين جا الاسم ديال انازار؟ الاسم ديالك الحقيقي هو انس ابراهيم ايبورقي انازار، اسم فني انازار. اول حاجه تنشكر الوالد ديالي اللي دكتور في السوسيولوجيا عمر ايبورقي، لانه هو اللي سماني انازار، هو اسم مركب انس اغ وحنين. حنين ما طرحت هذا الاسم تا سالي التورناج، لان من سالي التورناج لقيت راسي درت واحد الاماكن تاريخيه مغربيه بحال البحار، ودرت قصر الودايا وبزاف الاماكن. الاماكن اللي غادي نشاهدوا في هذا الفيديو كليب، الفيديو كليب. اماكن متنوعه داكور، وكان فيها عاوتاني الغيطه الغياض معايا بالزيت التقليدي المغربي جلابه، واضافه الى حنين الوطن، وضفت الموسيقى ديال المسيره الخضراء، درت منها واحد المقطع. وكما قلت لك تنوظف ايقاعات عالميه، مثل ايقاعات وظفت تما ايقاع ديال لاتيني السازا، ومع ايقاع عيساوي بالبنادر وطارج. شوقتينا نسمعوا هذا اكيد سميره حنين، فغادي نخليو المشاهدين يكتشفوا الفيديو الجديد ديال انازار، ونرجع لكم للحوار ديالنا. ديال العزف على الكمان ساعدتك انك تتعرف على شخصيات يعني عازفين دي زوركستر كبار في المغرب مثلا، اللي تعاملتي معاهم؟ اللي تعاملت معاهم مع اوركسترا ديال اللي خدمت مع عبدو شريف، وخدمت مع اوركسترا ديال مولاي احمد العلوي، وخدمت بزاف. كنا درنا التكريم ديال فتح الله المغاري، غادي نشاهدوا بعض الصور ديال عبدو شريف. فين؟ هنا في المغرب، خارج المغرب؟ هنا في المغرب، كازا. وهذا نداء لعبدو الشريف.
تنقلبوا عليه هو فرنسا موجود في فرنسا انا صاحبي ولكن وخارج الوطن هذه مع الفنان اللي فاز في جائزه دي فويس مراد البوريقي وكانت ايضا حاضره يسرى سعوف اللي كانت متالقه في عرب عرب ايضا وكانت ساره زويونه كان معنا نيتا بالغازي وهي تصمم ديكور مع الفنانه المغربيه لطيفه فاز كنا درنا مع سهره في مسرح محمد الخامس اثناء التكريم ديال فتح الله المغاربي كانوا بزاف المغنيين كان محمود ادريسي كانوا عدة اسماء مغربيه كتعامل مع هاد الفنانين اللي كتلاقى معاهم بيان سور تستافد منهم وتنتلاقى مع ملحنين وتسمع الاراء باش حتى واحد ما كامل كمال لله هذه هذه سهره في احد القنوات ار تي ام الاولى هذا العازف فلسطيني جهاد عقل اللي تا هو تيدير الستيل ديالو في اذا راه معروف في الشاشه تيدير الموسيقى تا هو الصامته اللي كما تندير انايا شنو هو الستيل ديالك انازار نتايا؟ الستيل ديالي هو كما قلت لك اي حاجه فيها اي حاجه فيها انتوش ماروكان ودخل فيها لي ريتم عالميه باش يسمع باش نحاولوا يسمعوها العالم كامل تولي انترناسيونال في اي كونديسيون كنا نسمعوا الموسيقى ديالك خاصنا نكونوا في البيت مسترخين هي سهره او لا شنو كيفاش نوما انا دابا تنوجد الطقوس اللي خاصنا نسمعوا فيها الموسيقى ديالك هو دابا انا اعتمدت على اصلا اغنيه شبابيه ريتميك شويه وعندي البوم اللي غيخرج ان شاء الله مور حنين السينجل غيخرج البوم اللي فيه بزاف المقاطع تكون مقاطع رومانسيه مقاطع لان راك عارفه مع بنادم دابا ولا مع العمل خاصو يرتاح ويسمع الموسيقى اللي تريحه شكرا للضيف ديالنا اللي جا معك راه عندهم واحد المقطوعه هي اللي غادي نختموا بها هي اللي غنختموا بها قبل من ذلك غير نقول للمشاهدين بان غادي نتلاقاو غدا غادي نزرعوا الغرس عمود ديال مع هدى جنان الكل والمزيد صباحيه دوزام نهاركم مبروك تفضل